يا فايكا بوشي في ورجعنا لكم بفلوق جديد مع ابو الجماجم مع ابو الورود. ومثل ما كنت شايفين يا بطلات وابطال كربوش تي في، هي اغراضنا البسيطه الحلوه، وهلا رح نبلش نمد ونجهز. خلوكم معنا. شايفين شلون حتى جبت مخده؟ انا شايفين انا جايب مخده لانه هلا بدي انا بدي نص ساعه بالزمان. كنت في طنجره، ليش الطنجره؟ انا نسيت خوشاء الفحم. هلا صار فيني مثل هدول البرايا، انتوا ما شفتوا على الضوء، بس سمع موسيقى ما بملك حاله. هلا بنحط الفحم لفوت. لا والله 15 رجلا مادوا من اجل صندوق من الذهب. يا ابطال هذا ابو الورود جايب لنا حبل دسينا جوش حاني. يلا نشوف. خلوكم معنا، في كثير مفاجآت. طبعا يا ابطال كربوش تي في، نحن خايفين الاشتراكات قصادا، لاني زعلانين لانه الاشتراكات عم بتزيد ببطء. اذا بدكم تصيركم عدد الاشتراكات اشتركوا بالقناه وشاركوا لنا هالفيديو بكل مكان. لا تنسوا اللايك. شلون نحط لك هي الجوش حاني؟ هون هيك، هون اشبك كويس، هون بالطوب بتروح هون على الوادي. ايه صح، اذا طبيت هون على الوادي بتحس حالك عم بتطير. لا 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 لا، ايه خشتوا على الشجره فيني. يلا هلا ابو الجماجم، حيوا ابو الجماجم، حيوا. اوبا اوبا، هلا الساعه يا ابطال تقريبا بتطلع 12:30، وصلنا تقريبا شي ساعتين طالعين من البيت، وهلا رح نبلش نحط الجناحات على النار. انتبلت لنا يا هون خالدكم المخرجة ام الورود وام الجماجم، ام لام الورود وام لام الجماجم. ام ليس بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام ويديكي. ايش انتبلتي لنا يا هون؟ شكل ايش في بالبيت حطة؟ اهلنا في السعودية بسموها كشتة، نحن بنسميها هون بالعراق بسموها صفرة، نحن عندنا بحلب بنسميها سيبانة. حلب بنقول لهم طالعين سيبانة. حباكل تفاحة يا ابطال ابو الورود، حباكل برتقان يا ابطال ابو الجماجم. بصلي بالبيت. الله يا ابطال نتفقد بقى الجناحات، لنتفقدهم هدول البندورات. خلكم الناس كثير بتحبون. الله الله يا الله، شي ناهي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي القبعه ما بتبلى، هي من مستلزمات التصوير. هدول مجهزينهم من امبارح بالليل، ناقينهم حاطينهم بالبراد كان يغبوا التبله، بس هلا لبين ما صلينا وجينا في منهم تأمروا. وينهم جيش ابو الجماجم وينهم جيش ابو الورود؟ اشتركوا بالقناه وشاركونا هالفيديو في كل مكان. بالله والله صار الاكل جاهز، واهم شيء نكون جوعانين، اهم شيء نكون جوعانين. جوعانين 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 جوعانين. بسم الله. وهي اثنين، الله يلا يلا يا ابطال، وين الابطال كربوش تي في؟ وهي ثلاثة، وهذا الرابع. والله طبعا بنحط البندورات، اهم شيء البندورة. والرابع صحنين. ايه على البندورة. ايه الله، الرابع صحنين. يلا يلا بسم الله.
اي على هالطبخ. الله كمان الكاتشب. ايه ابو الكاتشب ابو الجماجم. ابو الجماجم صار اسمه ابو الكاتشب. لا ما برضى. ما بترضى؟ يعني ابو الجماجم؟ ايه. وهذا اللبن. يا ابطال كربوشتي في خالتكم املايس نسيت براد الشاي. بس رح نساوي الشاي في الرقوي، رح نعبيها مي ونحطها لبين ما ناكل وبنرجع لكم. خلوكم معنا لا تروحوا لا تروحوا. رحيم هاي الكاسة الثانية يا أبطال، وهي مية الشاي. ننساوي الشاي بركمة القهوة ومناكل ومنرجع لكم لا تروحوا خلوكم معنا لس جو. شو يا أبطال هلا الحمد لله تغدينا، وبعد ما تغدينا ننساوي بوشار. إيش رأيكم خلوكم معنا خلينا نجرب. إذا كنت زي تحدي مين بجمع حطب أكثر عوض مو؟ إيه يلا هلا رح نساوي تحدي بين عبد المؤمن وليس. معكم خمس دقايق، لا كتير خمس دقايق مو؟ خمس دقايق، معكم خمس دقايق، خمس دقايق، مين مجمع عوض أكثر هو الفائز. خلينا نعيركم التليفون. يلا عيرنا عد واحد. واحد. اثنين. ثلاثة. واحد. طيب خلاص أخذ عبد المؤمن، يلا ندور على غيره. عيني. جمع عبد المؤمن هون، أيوه، يلا ليس. يلا يا عبد المؤمن. كم جاهزين قبل؟ يا ابطال بينما يجهزون لنا العوض رح نحن عن سايل البوشار. جيب الطنجره فاضيه نحطها. اتجمع اتجمعت لقد كان جاهزين معناتها. يلا عبد المؤمن اخلصوا الساعه جمعت الهول حطوا الهول. يلا يلا هاتون. يلا حطن هون تاع عبد المؤمن انتهى الوقت. لا تغش لا يس. يلا معلش طيب حط العبو دهنيك وين تبعتي؟ نهنن يلا ايه يلا تعالوا هون وين تبعت ليس؟ والفائز هو ليس عبد المؤمن ابو الجماجم ليس خاسر. يلا كسرونا كسرونا شلون يا ابطال؟ بوشار بالطفره او بالكشته مو كشته؟ ابو الورود بس الشاي يا ابطال هلا ما غلى الشاي. ابو الجماجم عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا يا ابطال ايش نساوي؟ اول الخطوه الاولى نحضر الصينيه. الخطوه الثانيه ننتظر عبد المؤمن ليخلص غسل ايديه. بروكو عبد المؤمن. الخطوه الثالثه بنقلب البوشار. الخطوة الرابعة يا ابطال حرقنا الطنجرة. الطنجرة احترقت يا ام ليس، الطنجرة خسرناها. يا ابطال كربوش تي في خسرنا طنجرة اليوم بسبب هذا الفلوق. بتمنى تدعمونا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى نعوض خسارتنا. هلا اجى دور بقى نشرب كاسة الشاي بعيد عن ابو الجماجم وابو الورود. دوا اخونا. ايه على كاسة الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ولهون يا ابطال وبطلات كربوش تي في بيكون خلص الفلوق اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الفيديو في كل مكان. والسلام عليكم. هلا يا ابطال كربوش تي في رح ندخل على النفق. النفق كتير طويل. شوفوا قدامنا هذا هو النفق. نفق طويل.
ما شاء الله محفور في قلب الجبل. بين جبلين. والسرعة 70 لازم. شايفين شلون؟ ويك يا أبو. قربنا نطلع وتقريبا طولنا في دقيقتين. وها هي خاتمتهم. هذا هو آخر اللقاء. طويل. تقريبا دقيقتين.